الناقد الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن، دي مش رياضه، دي سياسه. طبعا، اولا سياسه، ومين قال ان الحريه هي الانحلال يعني؟ اولا يعني، بعدين مين قال ان يعني ان احنا نعاند الطبيعه البشريه والانسانيه من ملايين السنين؟ مين قال ان يبقى في ساحات الرياضه يبقى في مثل هذه الشعارات؟ وعلى فكره لما كانت المانيا شغله نفسها بنفس الشعار في كاس العالم خابت وطلعت من الدور الاول، وهم الالمان اعترفوا ان احنا ما كانش لازم نشغل بالنا بهذه القضيه السياسيه. ثم لما فيفا بيقول ما فيش سياسه في الرياضه ولا في الكوره، هو ليه بيجي في اوقات يبقى قدام الحاجات دي فيفي مش فيفا، بيبقى حاجه كده تعبانه خالص وساكت وموافق ازاي يعني؟ طبعا مصطفى محمد عنده حق 100%. انا عايز اقول بس ان انا سنه 73 كنا مع بعض المصريين، الطلبه المصريين بنشتغل في مصنع في انجلترا، في جزء من المصنع كان في يعني ذبائح وجزاره لا تتناسب مع العقيده بتاعتنا. لما قلنا لهم وافقوا على طول ان هم يستبعدونا احتراما للعقيده بتاعتنا. طب ده كان سنه 73، هو ايه اللي حصل في المجتمع في العالم؟ ايه اللي اتغير؟ اللي تغير موجات انحلال كبيره جدا بنشوفها طبعا في ساحات الرياضه وفي ساحات كثيره وفي الدراما وفي السينما وفي بعض المنصات اللي اتكلمت عليها. للاسف احنا بندعم، طبعا انا بدعم مصطفى محمد زي ما كل الناس بتدعم مصطفى. طبعا اعتقد انه اتخذ القرار السليم 100%. دعوه ضد الانسانيه وضد البشريه وطبيعه الانسان يعني. مصطفى محمد أصدر بيان قال فيه أستاذ حسن إنه لم أشارك في مباراة نانت ضد تولوز ولا أريد أن أجادل على الإطلاق، ولكن علي أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركتي وما سيبقى مختلفا. وقال أحترم كل الاختلافات، أحترم جميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين لكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية. نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعتي ومعتقداتي لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة، أتمنى أن يتم احترام قراري وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام. هي فكرة أنك أنا أحترم الآخرين لكنك لا تحترمني وتصر أن أنا أدعم أفكارك التي تختلف مع عقيدتي، فأي أي حرية دي؟ ده يا أستاذة ده غرب كذاب، هم بيتكلموا عن الحرية طول عمرهم، والحرية من مفهومها الأساسي ألا تؤذي حريتك حرية الآخرين. هو الحرية اللي هم بيطالبوا بيها لما تيجي عند العقيدة أو عند قواعد وتقاليد بتاعت شخص آخر أو ناس تانية علينا أن نقبلها بالعافية يعني أو نعاقب زي ما أنت قلت؟ لا طبعا، مش دي الحرية. للأسف الغرب مقاييسه ومعاييره مزدوجة فعلا. وآخر حاجة بس أنا عايز أقول لك إن لما حتى كمان في السياسة، لما طلبوا من علي فرج بطل العالم في السكواش أنه يتكلم على ينتقد روسيا في حربها مع أوكرانيا، قال لهم الله أنتوا كلمتوا ذاتي في السياسة، مش كنتوا منعنا من إحنا كرياضيين نتكلم في السياسة؟ طب ساكتين ليه على فلسطين اللي بقى لها 70 سنة بتعاني بشكل كبير جدا من حروب سياسية؟ لا طبعا يعني هو غرب مزدوج المعايير بالفعل. هنا العقوبة بقى، العقوبة هنا عوقب مصطفى محمد بغرامة مالية. يعني هل يمكن أن يتمادى الأمر؟ هل يمكن أن تصبح، هل يعني بصراحة هيدفع مصطفى محمد ثمن موقفه؟ ممكن طبعا، ممكن، بس هم ما استغنوش عنه فنيا يظهر كده يعني، فقالوا الغرامة المادية هي أحسن طريقة لأن هم عايزين يستفيدوا منه فنيا في الملعب، لانه لاعب مهم بالنسبه للفريق. انما في النهايه طبعا هو طلع في بيانه ده بيان بليغ جدا وبرافو عليه، واعتقد ان هم طبعا مش هيتراجعوا عن العقوبه على ما اعتقد، انما هو موقف يوضح فيه يعني رايه في مساله عشان حتى كمان لا يتهم انه عدو بقى مش عارف الساميه وعدو المثليه وعدو مش عارف. لا، هذا لا يتفق مع دينه ولا مع تقاليده كإنسان شرقي، وبعدين ده ضد الطبيعة الإنسانية أصلاً.
نعم. وللاسف الحمله مستمره. كاس العالم للسيدات الهتاف المنتخب المانيا سيرتدي نفس الشارات القميئه في هذه البطوله والفيفا موافق. شكرا استاذ حسن مستكاوي الناقد الرياضي الكبير.